معالي الوزير استاذ عمرو الفقي، بنرحب طبعا بحضراتكم. انا شرمنده الدسوقي، مراسله دي ام سي. ومعالي الوزير، خلينا في البدايه نقول لحضرتك ان احنا سعداء جدا بلقائنا اليوم مع حضرتك في اول لقاء فعلي مع الاعلاميين والصحفيين بعد تولي حضرتك للوزاره. استكمالا لسؤال زميلي محمد، كنا محتاجين نعرف من حضرتك انه خطبه صلاه الجمعه تحديدا هي واحده من اهم اسس بناء ثقافه الشعب المصري، نعم، واللي ليها تاثير كبير جدا في بناء وعيه وتفكيره خلال نعم. الفترات الاخيره. نعم. هل هنشوف استراتيجية معينة للوزارة خلال الفترة اللي جاية في خطاب مختلف تحديدا لخطبة الجمعة؟ ده سؤالي لحضرتك. أما سؤالي التاني الأستاذ عمرو الفقي، شفنا النهاردة يوم منظم جدا انبسطنا بيه، كان مفاجأة بالنسبة لنا الصراحة وجود الأئمة، واليوم فعلا كان واحدة من أهم الفعاليات اللي احنا حضرناها. هل دي بداية هنشوف فيها تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الأوقاف خلال الفترة اللي جاية؟ شكرا لحضراتكم. شاكر فندم لسيادتك طبعا، ويعني ممنون على السؤال الكريم، وتحياتي لقناة دي ام سي التي اعتز بان اكون يعني كانت يعني منبرا لي وما زالت، واتشرف بذلك واعتز، وتقديري طبعا لكل السادة الاعلاميين والحضور الكرام الذين اعتبرهم اصدقاء وشركاء النجاح. والرسالة التي يعني يمكن كان لابد ان اشير اليها انه في تقديري للامور إنه كل الجهد الذي يمكن أن نبذله كوزارة الأوقاف أو أي مؤسسة على أرض مصر، كل الجهد الذي يمكن أن نبذله هو في تقديري أنا نصف النجاح، والنصف الآخر تماما هو التنسيق والدعم والعمل من كل السادة الإعلاميين الكرام على توصيل وإبراز هذه الجهود. دور الإعلام دور حيوي ومحوري، هو نصف النجاح بلا شك. السؤال اللي سألتك تفضلت به عن خطبة الجمعة، ملف خطبة الجمعة أحد أهم الملفات التي أعكف على العمل على تطويرها. خطبة الجمعة هي أكبر نداء تصغي فيه الأذن المصرية إلى رسالة الإسلام السمحة. بقية الدروس والندوات والمحاضرات فعاليات مهمة وعظيمة، بس خطبة الجمعة هي قمة الهرم في الحقيقة. خطبة الجمعة تقديري لها ونظرتي إليها أننا نعمل على رصد كل ما يشغل بال الإنسان المصري. ما هي مجموع القضايا التي تشغل بال الإنسان المصري في كافة همومه وكافة طموحاته وأحلامه؟ ما الذي يشغل بال الإنسان المصري؟ كيف نجمع هذه النقاط وننسق مع بقية مؤسسات الدولة من وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل، ونرصد معا الإشكاليات والسلبيات والهموم والأسئلة التي تدور في ذهن الإنسان المصري، ونجعل هذا المرصد هو الذي يغذي خطبة الجمعة على ضوء هذه الأسئلة والإشكاليات والهموم والطموحات والآمال؟ نستطيع أن نقتبس من هذه الأمور قضايا هي التي نعالجها في خطبة الجمعة، علشان تبقى خطبة الجمعة مشتبكة وذات تماس وصلة تجيب الإنسان المصري على ما يفكر فيه أو على ما هو مهموم به، فتتحول خطبة الجمعة إلى إجابة على أسئلة الإنسان تريح خاطر الإنسان المصري. انطلاقا من هذه الرؤية بدأنا نعمل تطوير كبير لخطبة الجمعة. بدأنا نرصد الهموم التي نحتاج أن نواجهها معا، بدأنا نرصد المقاصد العليا للشريعة التي نريد الوصول إليها والتي نريد الوصول ببلادنا وأوطاننا إليها لنضمنها في خطبة الجمعة. إن شاء الله في الفترة القادمة أرجو إن شاء الله أن يلمس المصريون خطاب مختلف. الجمعة اللي فاتت مباشرة كانت الخطبة عن نعمة الماء وحفظ هذه النعمة ورعايتها والقيام بشكر النعمة وحفظها بكل وجوه الحفظ وصيانة الماء عن أي وجه من وجوه الإسراف، تماس مع ملف شديد الأهمية بالنسبة لنا. قبلها في الجمعتين السابقتين تناولنا أسباب الرزق. الإنسان المصري يعني يسلك إلى الرزق أسباب معتادة من العمل والجد والاجتهاد وما أشبه، لكن في أسباب خفية نريد أن نلفت نظر إليها، منها صلة الرحم، منها التقوى، منها الاستغفار، لتكون محفز وداعم لتحريك الإنسان المصري لطرق كل أسباب الرزق حتى يفتح الله تعالى له الأبواب التي يرجوها ويؤملها. إن شاء الله يرى الإنسان المصري يعني ما نرجو أن يكون عمل متميز بإذن الله إن شاء الله. أشكرك. احنا
احنا طبعا التعاون مع وزارة الأوقاف دي حاجة ضرورية ومهمة بالنسبة لنا. احنا من أهداف الشركة المتحدة نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي. احنا عشان كده كان في توجيه بان احنا بنطور قناة الناس عندنا بشكل كبير. احنا عندنا مجموعة كبيرة من الأئمة والدعاة موجودين على قنواتنا كلها، بالإضافة اللي احنا عايزين ناخد الموضوع كمان لمرحلة أخرى. هي احنا كنا بقالنا فترة كبيرة ما بنعملش مسلسلات تاريخية ودينية، ابتدينا بالإمام الشافعي وإن شاء الله مش هتبقى دي النهاية. إن شاء الله في الفترة اللي جاية كل سنة يبقى عندنا بحاجة تاريخية أو دينية جديدة. وكل ده طبعا زي ما قال معالي الوزير، ده بالتماس مع الوزارة وبالتماس مع الأزهر الشريف إن شاء الله. أشكرك. أميمة بدري مراسلة قناة دي أم سي، برحب بحضرتك معنا في مدينة العالمين، وبرحب أستاذ عمرو الفقي وبكافة الحضور. كنا عاوزين نوضح للمواطنين ما هي الخطة المستقبلية الخاصة بوزارة الأوقاف الخاصة ببناء الإنسان المصري من ضمن خطة الحكومة الجديدة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لسيادتك. طبعا قضية بناء الإنسان قضية ذات شأن كبير وشديد الأهمية، ويسعدني ان احنا نؤكد عليها ونشير اليها في كل فعالياتنا وفي كل منتدياتنا الاعلاميه والفكريه والعلميه. ابتداء من سنه 2018 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى لفت النظر بشده وبقوه الى قضيه بناء الانسان. السيد الرئيس في ذلك الحين، وانا اذكر جيدا في كلمه لسيادته في البرلمان المصري في تولي سيادته للفتره الثانيه الرئاسيه، السيد الرئيس يومها قال احنا قطعنا شوط ممتاز في مواجهة الإرهاب ونجحنا الحمد لله في هذا نجاح كبير، وجاء الوقت لننتقل بالتوازي مع قضية مواجهة الإرهاب إلى قضية شديدة الأهمية وهي قضية بناء الإنسان. قضية بناء الإنسان بهذه الإشارة وبهذا البعد تمثل نظرة بعيدة للواجب الذي ينبغي أن نعمل عليه. حولنا قضية بناء الإنسان إلى عمل مؤسسي. قام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وزارية للتنمية البشرية وبناء الإنسان، تضم الوزارات المعنية ذات الصلة، كل الوزارات المعنية ببناء الإنسان من حيث التعليم والتعليم العالي والثقافة ووزارة الأوقاف والعدل الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بقية الهيئات المعتنية ببناء الإنسان، لتكون هناك حشد لطاقات تلك المؤسسات جميعا للنظر لقضية بناء الإنسان من كافة وجوهها. بناء الإنسان ده ملف يعتمد على بناء الإنسان في الجانب الصحي، في بناء الإنسان في الجانب التعليمي، بناء الإنسان في جانب العمل، بناء الإنسان في جانب مستوى المعيشة. بناء الإنسان في هذه المحاور يريد الوصول به إلى المرتكزات التسعة اللي احنا تكلمنا عنها، اللي نحفز فيها ونسعى بكل طاقاتنا كمؤسسات أن نحرك الإنسان المصري ونتحرك معه أن يكون إنسان متدين، إنسان قوي، إنسان صانع للحضارة، إنسان محب للعلم، إنسان يقدم الخير للإنسانية. الأهداف الكبرى اللي كانت عبر التاريخ هي الأعمدة التي بنى بها الإنسان المصري حضارته. بناء الإنسان عندنا نحن كوزارة الأوقاف جعلناها واحد من المحاور الأربعة اللي بنحطها قدامنا كبصلة. يعني كل خطب الجمعة والدروس والندوات والفعاليات لا تخلو من تناول واحد من هذه المحاور التي في القلب منها بناء الإنسان. القادم فيما هو قادم من الأيام القفز بأداء وزارة الأوقاف، التطوير والعمل ميدانيا على أرض الواقع في كافة مساجد مصر، ثم الانطلاق إلى الفراغ الإلكتروني الواسع عالم السوشيال ميديا. نهدف إلى إطلاق عمل كبير سنعلن عنه إن شاء الله في وقت قريب، يمثل تواجد قوي ولافت للنظر لوزارة الأوقاف وعلمائها ودعاتها في عالم السوشيال ميديا، يشتبك مع هذا العالم الشديد السرعة والشديد التغير، والذي يمثل الميدان الأول للخطر إن تركناه، ويمثل فرصة عظيمة جدا يمكن الاستفادة منها إذا أحسننا التعامل معها. شكرك.
مساء الخير، برحب بحضراتكم جميعا. ندى سرور، مراسلة اكسترا نيوز. اهلا وسهلا. في البدايه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعنايه بالائمه والخطباء، يعني من خلال برامج تاهيل وتدريب دعمهم ثقافيا وعلميا. يعني عايزين نعرف الاجراءات اللي تخدص في هذا المجال. ممتاز. كان اليوم في اللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المحور ده احد المحاور شديده الاهميه. وسيد الرئيس في مناسبات مختلفه سابقا يعني كان يبدي اهتمام كبير جدا بتطوير أداء الدعاء. تطوير أداء الدعاء ده عمل أستطيع التعبير عنه أنه صناعة ثقيلة، يعني حتى نستطيع تنفيذه إحنا عندنا في وزارة الأوقاف الأكاديمية، أكاديمية الأوقاف للتدريب. الأكاديمية سنقفز بأدائها قفزة كبيرة، وسنطور فيها تطوير هائل، سنضيف إليها برامج تدريبية، سنضيف إليها أقسام تعتني بتأهيل الأئمة، ليس فقط في الجانب الشرعي والمعرفي، هذا الجانب هو الأساس بلا شك، لكن لا يمكن للإنسان للداعية وخطباء الأوقاف القيام بمهمتهم إلا إذا اتسع نطاق ثقافته في البعد الإنساني والثقافي والاجتماعي والنفسي. نريد لعلماء وأبناء وزارة الأوقاف أن يكون لهم إسهام كبير في مجال الدراسات النفسية والاجتماعية، أن يتماسوا مع الواقع. سنطلق في أكاديمية الأوقاف دورات لاكتشاف المواهب في مجال تلاوة القرآن الكريم. نحن نريد أن نعيد تشغيل المصنع الإنساني والمعرفي الذي يولد مثلا قامات جديدة مثل الشيخ محمد رفعت ومحمود صديق المنشاوي ومحمود خير الحصري وقامات مصر الكبرى من عمالقة وشموس التلاوة. هذا أحد وجوه الريادة المصرية، هذا أحد وجوه القوى الناعمة لمصر، هذا أحد الوجوه التي تطرب أذن الإنسان المصري وتملأ ذوق الإنسان المصري بالرقي والجمال، أن يتذوق الشرع الشريف ويدرك أنه يقود إلى كل ما هو سامي وراقي من خلال سماعه للتلاوة المحركة للقلب. اكتشاف المواهب والمسابقات التي تكتشف لي المواهب الجديدة في مجال الابتهال وفي مجال الأذان، حتى يتحول الأذان مرة أخرى إلى لحن السماء وصوت السماء الذي يحرك معاني السمو في الإنسان. الخطة طموحة، وسيد الرئيس دافع ومتابع لها بقوة، وبإذن الله نتمكن من تنفيذها على الأرض الواقع على أكمل وجه بإذن الله. برحب بحضرتك، أنا إسراء شومين، مراسلة أون تي في. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هل سنشهد في الفترة المقبلة تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم إن هم يعملوا برامج لغرس قيم الطفل وتنميته وتدريبه على المهارات الصحيحة؟ شكرا لسيادتك طبعا على السؤال. هو الحقيقة أنه جرت حوارات متعددة بيني وبين معالي وزير التعليم في هذا الإطار، واسمحوا لي ألا أعلن عن نتائجها الآن حتى تختمر وتكتمل تماما ونطمئن إلى أنها درست على نحو شديد الإتقان، حتى يكون هناك آلية للتعاون والعمل المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم في تعزيز معاني القيم المشتركة بين كافة أبناء الشعب المصري. هذا الملف ملف شديد الأهمية، جزء من محور بناء الإنسان زي ما ذكرت لحضراتكم. وزارة التعليم ووزارة الأوقاف جزء من اللجنة الوزارية المعنية بالتنمية البشرية وبناء الإنسان. داخل نطاق اللجنة الوزارية هناك تنسيق مشترك بين السيد معالي وزير التعليم، وإن شاء الله فور اكتمال الرؤية التي نعمل عليها نتشرف بإعلانها للمصريين، وتكون إن شاء الله فيها ما يعمل إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك معالي الوزير، بشكرك أستاذ عمرو، شكرا لزمايلي وزميلاتي جميعا، شكرا لحضراتكم. الختام أنا أكرر الشكر لصديقي العز عمر بالفقي والشركة المتحدة ولحضراتكم جميعا، وأكرر الشكر لهذا اليوم الذي أسعدني في الحقيقة وأسعد كافة أبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم ذوي الهمم. أنا أكرر شكر فندم لسيادتك ولحضرتكم جميعا، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لك.